السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد غادي نهضر لكم على فلسطين، على إسرائيل. ما هو الجديد على طوفان الأقصى؟ ما هو الجديد على إسرائيل؟ إذن بدأ الحرب بين إسرائيل وفلسطين. إذن اكتشفتوا نهار السبت البارح اشنو واقع في الصباح؟ هجوم طوفان الاقصى على اسرائيل، واسرائيل ما كانوش كينتظروا. اسرائيل واقع عندهم الزلزال، تسونامي، الاعصار، كارثه اللي وقعت خاص في اسرائيل. اذا اللي عليكم هو تبعد الفيديو من البدايه حتى النهايه، اشتركوا في القناه ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وساعدونا باش نوصلوا القناه 300 كلنا مع فلسطين، كلنا تضامن ديالنا من القلب فلسطين. اذا مفاجاه كبيره جدا من فلسطين الى اسرائيل، وصدمه كبيره خاص على اسرائيل. اذا قاتل خاص في اسرائيل اكثر من 700 شخص اللي تقتل خاص في اسرائيل، ازيد اكثر من 400 شهيد خاص في غزه فلسطينيين. اذا مع الاسف الشديد اكثر من 400 شهيد خاص فلسطيني. اذا راكم عارفين شنو واقع. اذا الهجوم ديال هذه العمليه رائعه جدا، ناجحه تماما، طوفان الاقصى، طوفان الاقصى. وغادي نكتشفوا لكم شكون هما طوفان الاقصى. اذا العمليه نجحت 100%، الكارثه اللي وقعت خاص اسرائيل. اذا اكتشفنا بعد الفيديوهات، خاص منوع علينا باش نشارك معكم هذه الفيديوهات، خاص ديال الجنود ديال الاسرائيليين عريانين وتكرفصوا عليهم طوفان الاقصى. فلسطينيين بدا كيضربوهم، كيصوروا فيهم بواحد الطريقه راه شفتوها. اذا هما كيستاهلوا، اذا هما كيقتلوا الاطفال خاص في غزه في فلسطين. اذا ما هو النجاح خاص طوفان الاقصى والنجاح العمليه خاص على اسرائيل؟ اذا هذه العمليه مع الصباح يوم السبت تقريبا بدات العمليه في الصباح خاص الهجوم. اذا بعد الناس غادي يقولوا فينا هما الرد خاص ديال اسرائيل، الرادارات، القبه الحديديه، وهذا الشيء كله فشل. اذا هذا الشيء كان داروا لي الخطه مده زمنيه. اذا هذه العمليه ديال طوفان الاقصى اللي نجحت على اسرائيل راه ما جات غير نجحت، داروها غير نهار السبت. اذا ربما كيشتغلوا مده سنه كيشتغلوا على هذه العمليه باش تنجح خاص على اسرائيل. اذا راه شفتوا كيفاش. اذا الاسرائيليين ما فهموا حتى شي حاجه. اسرائيليين هاجم عليهم الزلزال، هاجم عليهم تسونامي، هاجم عليهم هزه ارضيه، ما فهموا حتى شي حاجه. ازيد اكثر من 700 قاتل، هجوم طوفان الاقصى عليهم وما كانوا كينتظروا لا حتى شي حاجه. وهما المسؤولين خاص اللي كيسيروا اسرائيل، الدوله ديال اسرائيل، ما جابوش خبر حتى فات ثلاثه السوايع بدات العملية. 3 سوايع عاد المسؤولين خاص في إسرائيل باش يجيبوا خبر بأنه راه الحرب كاين في إسرائيل في بلادهم في المنطقة. إذا نتمنى إن شاء الله يكون خير وفي نفس الوقت نجاح كبير. وكيفاش هذه العملية ديال طوفان الأقصى؟ شفتوهم مشاو مع الأرض جوج قتال، هادو كيتقاتلوا كيركبوا المسائل ديالهم وعندهم السلاح ديالهم وهذاك الباراشوت كيتحكموا فيه. اذا كينزلوا ومن بعد يحطوا. اذا عمليه نجحت 100%، وربما العمليه ديال طوفان الاقصى راه ماشي داروها غير نهار السبت، اذا راه اشتغلوا عليها وكيستعدوا لها مده ربما سنه تقريبا. عاد اليوم احطت نجاح كبير جدا والسيطره على هذه المناطق ديال فلسطينيه. اذا يكون خير ان شاء الله بحول الله. اذا اكتشفنا زيد اكثر من 700 شخص خاص ديال الاسرائيليين، بزاف ديال الفيديوهات خاص في المواقع الاجتماعي ديال الجنود ديال اسرائيل. اذا شفتوا اسرائيليين كيفاش ولات عندهم القضيه، ولا عندهم الجاحيم خاص في بلادهم. ك
كان الامور غاديه. اذا الاسرائيليين هما المسؤولين ديالهم كيقولوا بانهم هما الافضل، هما ما يقدروش يخسروا ابدا، هما كيقولوا بانه عندهم بزاف ديال الامكانيات باش يقضوا جميع الدول، يقضوا عليهم بالطريقه ديالهم، ولا حد قادر يقرب لهم ولا حد بزاف ديال الحوايج. اذا شوفوا العمليه ديال الطوفان الاقصى كيفاش قطعت لهم الريزون، كيفاش اين هي القبه الحديديه اللي كتعلم، اين هو الرادار، بزاف ديال الحوايج. اذا العمليه اذا مخدومه تماما بالطريقه ديالهم، وهاجموا على اسرائيل الطوفان الاقصى وداروا داكشي اللي بغاو وانتصروا. اذا يكون خير ان شاء الله بحول الله. وحنا دائما كما قلنا حاليا الحرب بدا بين اسرائيل، بين اسرائيل وفلسطين، وفي نفس الوقت الولايات المتحده الامريكيه كدعم خاص اسرائيل، ونتمنى ان شاء الله يكون خير. وفي نفس الوقت المعركه باقي مستمره، الطوفان الاقصى باقي كيتوجد في المكان ديالو فاش كان البارح، اذا القتال باقي مستمر، اذا المجهودات كاينين. شكون غادي يفوز في هذه الحرب؟ واش فلسطين ولا اسرائيل؟ اذا معلوم نتمنوا فلسطينيين والطوفان الاقصى انتصر على اسرائيليين. اذا كارثه اللي وقعت، هما اسرائيليين عمرهم كانوا كينتظروا بانه غادي يوقع عندهم هذا الشيء سبب فلسطينيين، عمرهم كانوا كينتظروا ازيد اكثر من 5000 صاروخ خاص عند فلسطينيين، عمرهم كينتظروا هذه الكارثه اللي وقعت عندهم. الجحيم نهار السبت، الجحيم اليوم خاص في اسرائيليين. اذا الكارثه اللي وقعت وبغاو الفلسطينيين، وفي نفس الوقت يقدر الفلسطينيين غادي يسيطروا على الاراضي ديالهم وتكون الدوله ديالهم محرره ان شاء الله في المستقبل، وان شاء الله بحول الله. وهاد الاسرائيل وهاد الدوله والسياسه ديال اسرائيل باش يهاجموا يخسروا، ما بقاش قادرين مازال يدافعوا على الاراضي ديالهم. اذا راكم عارفين، اذا الحرب شنو هو الحرب؟ الحرب كيكون حرب عليهم اللي غلب كيسيطر، فهمتوا البلان. اذا الدول كيكونوا عندهم الاراضي محتله، هاد الاراضي محتله كيتحاربوا عليها. ملي كيبدا الحرب شنو كيقولوا؟ سيدي هاد الارض ديالنا محتله باش نردوها الحرب، نغلبوهم ونردوها. اشنو كيديروا؟ هذيك الدوله كتحارب مع هذيك الدوله اخرى كتسيطر عليها، كما شفنا روسيا مع اوكرانيا، اذا سيطرت على المزيد على الاراضي ديال اوكرانيا، اذا عندهم مجهودات. اذا بحال الطريقه ربما فلسطينيين سيطروا على الاراضي كما كيتوجدوا فيها خاص اسرائيليين، هاد الاراضي فاش كيتوجهوا اسرائيليين ارض ديال الفلسطينيين، اذا ممكن يسترجع الاراضي ديالهم. وفي نفس الوقت ما اكتشفت بانه معركه بين لبنان واسرائيل، اذا غادي نبحثوا على هذا الموضوع ديال لبنان واسرائيل ان شاء الله. اذا لبنان قاصف اسرائيل، لبنان كتقول بانه اسرائيل محتل خاص الاراضي ديالها، بعض المناطق في الحدود ديالها. اذا يكون خير ان شاء الله بحول الله. وفي نفس الوقت العمليه راه نجحت 100%، بغابو فلسطينيين، بغابو الطوفان الاقصى. اذا ما هو الطوفان الاقصى؟ الطوفان الاقصى واحد المجهودات كثيره جدا، اذا ما نقدرش نفسر لكم بزاف. وفي نفس الوقت نتمنى ان شاء الله يكون خير، ونتمنى النصر ان شاء الله الفلسطينيين. وفي نفس الوقت الى جينا نشوفوا التاريخ البشري، دائما المسلمين كينتصروا على اليهود، كينتصروا على المسيحيين، كينتصروا على اهل قريش، كينتصروا دائما المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كتكون المعركه على حساب الدين، دائما الرسول صلى الله عليه وسلم كينتصر على المسيحيين وعلى اليهود. اذا يكون خير ان شاء الله بحول الله، ونتمنى ان شاء الله النصر الفلسطينيين. وحنا دائما التضامن ديالي، وفي نفس الوقت كنحط رايي فقط، انا ماشي بعد ناس غادي يقولوا اسرائيل اعترفت بالصحراء المغربيه، اسرائيل في جنبكم، اسرائيل كتساعدكم، اسرائيل اعترفت بالصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه الى الابد. اذا انا حطيت رايي فقط، وهالشي كاين. وحنا اليوتيوبرز والصحافه دائما هذه قاعدتهم، دائما كاين شي حاجه جديده كيهضروا عليها، وانا حطيت رايي وانا مغربي حر ومعلوم نضمن مع فلسطينيين. اذا فلسطينيين المغاربه كلهم من طنجه الى غوري العزيزه كيتضمنوا مع فلسطينيين، ضروري حتى انا نضمن معهم فلسطين. واخا اسرائيل اعترفت بالصحراء المغربيه وواقفه في جنب المغرب وزاد ديال الحوايج، اذا عادي جدا. اذا حنا كنناقشوا فقط،
إذن حاليا الأمور باقي مستمرة، الحرب باقي مستمرة بين إسرائيل وفلسطين. حاليا باقي ما عارفين شكون غادي ينتصر. إسرائيليين كيقولوا غادي ينتصروا في هذه الحرب، فلسطينيين حتى هما كيقولوا يدافعوا على المقدسات ديالهم، غادي يدافعوا على الأراضي ديالهم. إذن نتمنى إن شاء الله يكون خير، وحنا دائما إلا هضرنا على هذا الموضوع ديال الإسرائيليين ولا فلسطينيين، القلب ديالنا دائما مع فلسطينيين، ودائما التضامن ديالنا مع فلسطينيين حيت هما مسلمين. أما إسرائيليين إلا المسيحيين، وكما كيسموهم بعد العرب بانه اليهود الصهيوني. اذا يكون خير ان شاء الله بحول الله، ونتمنى ان شاء الله يدير الله شي تيوب ديال الخير. اذا مع الاسف الشديد زيد اكثر من 400 شخص شهيد خاص في غزه. ما هو السبب؟ اذا الغارات، اذا القصف ديال اسرائيل خاص في غزه، اذا ضروري يردوا بهذه الطريقه. اذا حتى هما راه وقعت عندهم كارثه، راه كارثه اللي وقعت، راه زيد اكثر من 700 قاتل خاص في اسرائيل. باش نكون واضحين، وعرفت اش درت اليوم الطوفان الاقصى؟ تكرفصات عليهم. اذا خسروا، اذا الفشل تماما خاص في داك الشيء، الرادارات ديالهم، القبه الحديديه وداك الشيء كيملكوا، ولوا فشل ليهم وانتصروا. الطوفان الاقصى بالباراشيت والحرب الارضيه، اذا راكم عارفين كيفاش هاجموا الهجوم ديالهم وغلبوهم وسبوا لهم بالعنف وسبوا لهم بزاف. اذا هادشي اللي شفتو خاص في المواقع الاجتماعيه. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير، هادشي كنتمناو، ونتمنى الفوز ان شاء الله خاص فلسطينيين. اذا الاسرائيليين حاليا كيقولوا بانه غادي ينتصروا على غزه، على فلسطين، على طفل الاقصى. اذا يقدر يكون العكس. اذا اش نقول لكم؟ اذا استعداد العمليه ديال الطوفان الاقصى راه نجحت 100%، وكانوا فلسطينيين مستعدين خاص لهذا الشيء، وهذا الشيء راه تخطط شحال هادي، شحال هادي تخطط هذه العمليه باش تنجح. راه بعض الناس يقول لك حكا راه غير من هذا السبت هجموا عليهم وانتصرت عليهم الطوفان الاقصى. الشرفة، الله يرحم لكم الوالدين. هذه العمليه اللي نجحت ديال الطوفان الاقصى راه يقدر عام ربما كيشتغل عليها، ولا ربما 6 شهور كيشتغل على هذه العمليه، راه مستحيل تنجح في واحد النهار. راه الناس كتشتغل عام عامين باش نكونوا واضحين، كيوجدوا، راكم عارفين هذه العمليه ديال الحرب، وهادشي راه كيستعدوا كيشتغلوا مدة طويلة وكيخططوا كل شيء. بعد الناس يقول لك واحد كوتر عندهم إسرائيل، عندهم الرادار، عندهم القبة الحديدية، كيفاش ما شافوهمش؟ راه هما داروا الطوفان الأقصى، داروا العملية قبل، عارفين هما قطعوا لهم هذاك الريسو ديالهم وما يقدروش يكتشفوهم. إذا الإمكانية راه كاينة، وفي نفس الوقت عملية نجحت، والعملية راكم عارفين الكبار، إذا اشتغلوا الكبار بالطريقة ديالهم. إذا كما كنقولوا دائما اليد في اليد راه كتوصل، دائما ملي كدير النيه وكتك في راسك دائما كتنجح. اذا يكون خير ان شاء الله بحول الله، وغادي نخبركم اي حاجه جديده خاص حاليا القصف كاين في غزه، الحرب باقي مستمره. اذا هذه الحرب يقدر يستمر لمده اسبوع 15 يوم. شكرا لكم على المشاهده، شكرا لكم على اللايك ديالكم، شكرا لكم على الاشتراك ديالكم في القناه ديالي. اي حاجه جديده غادي نشاركها معكم ان شاء الله بحول الله. تحياتي طنجة من المغرب.